لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، الخامس وثلاثون ثلاثان مثلاً يوم على سنونجرين ببقراجو ننتظر مجددا يجدد الله به هذا الدين لما رواه أبو داود في سننه. هذا ننتظرون نتباب بقى لنا بهم عقيدة النور شيخ مقبل من هادي الوديع رحمه الله مجددا يمجدس هنا الأقل يجدد الله والله سبحانه وتعالى يمجدس بك هنا به بس مقنات هذا الدين يهن الدين مالة سلم من هيمانة يمجدس بك هنا عداش هنا الأقل نتباب بقى لنا قلت أنها بابا لمتال مالة عداش هنا الأقل لمتال متشين هنا إن شاء الله نمركت على لما رواه إننا مسمى الدقم ويالما فرجا سيهن ثم بلون دزه بدم نفسنا يوري دمبر سايفون موراك هذا نوبة مفرد جانا لما رواه لذقب ولهن ذقب سبال نوال أبو داود في سننه إمام أبو داود السجستاني تبلو ميت كرر مالتنا إمام مالتي سنن بالتبت لذقب ولهن ذقب سبال نوال. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه كأبو هريرة رضي الله عنه يذقب والا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو هريرة رمكم رسولي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذقب وسأل إن الله الله سبحانه وتعالى عدو من رسولي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث يلكال لهذه الأمة لذكر ذلك الله شوالا على رأسي إن كلاسنا أنا طلالة كل مئة نالة بمان من يوم مالته مئة سنة نالة بمان من يوم مالته متو آمت لين مالته مئة سنة من يجدد لها دينها له بمان يوم متى عمت مالكنا إن كلازلنا أنا فلاي مالكنا يفان ديني ما يجدد يميادت هنا الأكان لها لزجهز بمالكنا دينها أمنتوانا أسلمنا هيمانوتن مالك يميادت الله هنا الأكان مالك يلك على الله عند أبي داود مصححه شيخ شيخنا مقبل هادي رحمه الله شيخ مقبل صحيب له تالزق قول مالكنا النازي قار مالتنا بمان من يوم متو عمت لي عندك خلال زمن فميتنا كتبت جيجي الله سبحانه وتعالى أسلم منها إمامة الميادس اللي هنا العقل مالتنا من يدرقات يا وطال. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله زمن شيخ الإسلام كمالت أنه يعتبر مجددا في دين الإسلام أسلم منها إمامة كميادس ويمكادس وتكون العقلات تميتا تتسوي السلوان سلنبر من تولو تسيما شيخ الإسلام ابن تيمية بمن سيامي تسيما. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله مالتنا فكربو بأن كهولت متو عمت مالتنا بسيت ينبر يهونا مالت الإمام لو السم من دجو أسلم الله إيمانه تفى تبلو مالتنا مالك تفى بهالا مالتنا الله سبحانه وتعالى سنة وتا تجديد تدرج توجيد حي هنا شرك من بالو نظر كيف تفى درج تفى نسأل الله العافية ونرجو على ونرجو أنك جلال لنا أن تكون لدهن اليقظة الإسلامية إسلام أيهن تنقى أن لدهن مالهن كجلال لنا اليقظة نقى مالهن الإسلامية إسلام أيهن تنقى ممهدة كدما تجيسي على الرجاج مهنا له لسو أي لمن لم يدسوا لهن أكان إسلام أيهن تنقى كدما تجيسي على الرجاج مهنا ننك جلال لنا قلت أنها بابا يسبب المسلمات ينبقون وندت أبقوت مالهن عداش مهنا أكان مالهن ረዳችንን አባባ ይሄንን ከጅላለን አሉ። አይ አላህን እንለምናለን። ስለዚህ ይሄም አቂዳችን ነው አሉ። ይሄንን በልቦናችን እንቋጥራለን ይያሉ። ሸክ መቁልን ሀዲ አልዋጅዲ አሳዲስ ወ30 አለ። 36ኛው እና አጠቂዱ በልቦናችን እንቋጥራለን። ወላላ ጥመተን መዩንክሩ የሚያወግዝ ሆነን አካል ጥመት በልቦናችን እንቋጥራለን። አሐዲስ አልመህዲ ያለ የመህዲን ማለት ነው ሀዲስ። መህዲን አስመልክቶ ማለት የመጣው ነው ሆነን ሀዲስ። መህዲ في اخر الزمان ومترشوا زمن وسط مالته يميمطى يهونا مالتنا نبي يايدلم امرتني صلى الله عليه وعلى اله وسلم بيسد ممدد يهونا مالتنا كسو بيسد ممدد يهونا يسو زرح رغنا كسو ممدد يهونا مالتنا اسلمنا نميادس يهونا معاكم مترشى لا يمطال بذان ساعات مالتنا مدر بمولو بظلمنا بجور مالتنا بامس يتمولاچنا سالك يذان يسو كمطى بحالا دغمو جورنا امس يبار يوجدان يذان مالتنا تملؤ الارض اثقل مالك بفتح مالك المدر من تهنا لك ثم ولا لك مالك الله. نعتقد ضلال من ينكر أسنى طيب